مرة ايه تتنسي مرة ايه ده تقع رقم ضخم مرة ايه تتنسي اشتر رقم ضخم خذوا ليوسف حالك اما بنتكرم ما تشوف من الخمدنا شاك المهم شحال هادي وانا غابر لان هي كانت قلبت القناه كلها بسميتها كانت كنت ما كتكونش واجد ما كتكونش حاضر اغلبيه خدمه كتجي عيان هذا ما كتصورش معايا فقلبت سميتو وموراها كاينين الناس بزاف اللي قالوا لها علاش 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 رضيتني بكونطرا نشوف هاد الكونطرا شحال فيها. المهم انا اليوم عولت انني ندير فيها مقلب حيت خرجتني من القناة وبغات ديرها بوحديتها ودابا رضيتني ولكن ميمكن شكون غطردني شكون غطردني فابور خاصها طردني بشي حاجة أخرى. المهم ماشي مشكل دابا المقلب اللي غيدير فيها هو غنقول ليها كلش طريقو أنا عييت ومليت ومبقيتش قاد انا من الناس اللي مهم شويه الحريه وكنت ديما مسافر ديما هذا ما كنجلس بلاصه وحده وهي عارفه هذا الشيء ومنين كنت عايش في السعوديه هي اللي دخلتني وقالت لي لا اجي استقر هنا ونعيشوا مع بعضياتنا وهذا فهاد الشيء كامل غنقلبوا لها على ظهرها وغنقول لها راه غنتفارق خليكم معي المهم راه هي في السطح كتنشر ها هي شويه غتمها بطحنا نعيط لها ونقول لها ربي نهضر معاك خليكم معايا. رشا رشا هبطي بغيتك هبطي انا يا بزاف الحوايج اللي خاصهم يتقربوا النهار اللي تزوجتي بيا تفكر غادي مسكنات من هنا النهار اللي تزوجتي بيا شنو كنتي كتعرفي عليا كيفاش من ناحية من ناحية انني نبقى جالس بلاصة وحدة ايه مكانش كيعجبك الحال انا كيعجبني الصراحة نبقى عارفة انا حر ما كنبغيش نجلس بلاصة وحدة حتى انا يلا غنسافر يعني غنسافر انت خاصك تبقاي على سطح بغيت تسافر بوحدك وزهلا كامل راه كل غيصبر بوحدك خليني نسافر انا وسناء
قلتها لك اصلا، قلت لك تعطيني فلوس ونمشي نسافر لنزال. ما بقاش عندي الحق باش نعطيك الحق، انا تسافر ولا ما تسافرش؟ علاش؟ باش ما بغيتيش تخلي نجي من عرسي. حتى انا دايما ضربت هي كانت مقاطعتي، كانت ضربت هي كانت مقاطعتي. عادي، الله يحفظك السلامة وانت ما هضرتش، يلا قول. المهم الناس هاد الورقة هادي وهاد الشيء كامل، هادو جوج ديالو. هاد الورقة غنكتبو فيها تنازل. وغنمشيو تنازل ديالي. وغنمشيو غدا نكاليزو في المقاطعة، غادي نكمل هضرتي ما فيهاش نقص. وغنمشي تكاليزو في المقاطعة. وهاد الشيء كادا غتكتبي فيه داكشي اللي بغيتي انتي. أنا؟ حيت أنا مبقاش عاجبني العيش. فين عايش؟ هاد العيشة اللي حنا عايشين. ياك أنت غتكون أنت عايش بخير. شكون قلتي ليا؟ أنت؟ فهمت، ماشي أنا. ولكن كتقول لي أنا عايش بخير والحمد لله وأخيرا وصلتي لداكشي اللي بغيتي وقلتي لي بغيتي وحققتي الأمنيات ديالك. فمي اللي تيقول داكشي، ماشي أنا. اما انا الداخل ديالي ما تعلمتو غير الله سبحانه وتعالى هو اللي تعلم به. دابا شنو انا حاجه وحده اللي كنت طالب الله عليها وكنت كنتمناها هي بنتي. وربي عطاها لي. وكل واحد فينا غيش الطريق. علاش؟ مليتو عييت صافي مابقاش عندي شي حد. مليت عليك، ياك انت كنتي كتقول لي ما عمري نتخلى عليك، منين جيت انا قلت لك هاد الهضره واحد النهار اللي كنا وقفنا في باب مسدود قلت لك عادي صافي كل واحد يجي الطريق وقلتي لي لا انا وعدتك النهار الاول ما غنتخلاش عليك وما عمري ما غنتخلى وحديتك. هادشي كامل كاين ولكن دابا شنو تبدل؟ كيتغير الظروف. ما كيفاش الظروف؟ الدماغ ديالي وقف. عندك شي دخل في حياتك؟ كوني اكيدة. انا ما غنبدلكش بمراه. لا ما بغيتش بمراه، انا ما بقاش عندي الجهد، انا باغي لهنا. الجهد علاش؟ دابا اللي يسمعك اللي يسمعك غيحسب لي هاد السيده هادي ما عرفتش شنو دايره. ماشي كي واش ندير ليك؟ غيحسب لي اللي يسمعك غيحسب لي بانه انا بحال كنت ما عرفت حاكماك ولا دايره لك كنطلبك تصرف عليا شي حاجه ولا مطالبه ولا ما عرفتش. انا ما تنهضرش على الماديات ولا ما تخدمش الموضوع ديالي. انا ما تهضرش على الماديات، هادي اخر حاجه نفكر فيها هي الماديات، كنفكرش في الماديات. دابا واش كضحك؟ ولكن لا سيدي قول لي ماشي كضحك. هاد الموضوع هذا بالك ديال الضحك؟ قول اقسم بالله. واش بان لك هاد الموضوع ديال الضحك؟ غير بان لك هاد الموضوع ديال الصح؟ صح. واش إلا بان لك هاد الموضوع ديال الضحك؟ قول والله. إذا أنت راه ما كتعرفينيش، إذا حنا راه عايشين هكاك وصافي. ها كل واحد صابر مع الاخر وكل واحد تيقلب على فين يشد الاخر. واش بغيتي نقلب واضح؟ هادشي اللي بغيتي؟ واش بغيتي نقلب واضح؟ لا صافي هذا ما غاديش يبان. واش بغيتي تسمعي شي حاجه من شي جهه اخرى ولا سميتو؟ حيت انا تنهضر معاك معقول وانت باغي تقلبي ضحك. ما عرفتش علاش بغيتي. دابا صافي بلا ما تعود كمل هضرتك. انا شرحت لك، انا تنشرح لك، انا ما بغيتش نشرح. حنا ما نشوفي ما تنقولش لك انت وحده خايبه ولا شي حاجه اللي سميت فيها نجاح. بالعكس حنا تنبغيو بعضياتنا وتنموتوا على بعضياتنا. اي اللي كيبغيكو يموت عليك تخلي عليه؟ ماشي تخلي، ولكن انا ما بقاش عندي الجهد، انا عييت يعني ما بقاش عندي داك الجهد باش نستمر باش نبقى عايش معاك. علاش؟ شنو الجهد كدير؟ ديك الخدمة انت اصلا غتكون خدام، غتكون خدام على راسك، شنو غتصرف عليك الدولة؟ ولا؟ ما انا وهادي رجعت عطيتيني الماديات، راه ما تهضرش عليا. شنو هاد الجهد اللي كتهضر عليه؟ واحد المساحة، واحد المساحة كتكون خاصة بالانسان بوحديته. دابا انا انتهكت الحقوق ديالك ولا؟ ماشي الحقوق، انت داخلة حتى في المساحة ديالي انا. انا تنقول لك المساحة ديالي انا خاصها تبقى ديالي انا. اي انت مرتي على عيني وراسي، ولكن مساحتي انا خصها تبقى ديالي انا، تبقى ديالي بوحدي. راه مايمكنش هي ديالي وكتنتهكي وكتدخل. دابا شوفي دابا حنا غنطولوا في هذا، دابا هادشي كامل اللي تنقول يقدر يجيك عادي، ولكن الهضره اللي غتسمعي دابا هي اللي تقدر. الوقت اللي كتبدل، الوقت اللي كتبدل ماشي انا.
غير الهضره اللي غنقول لك دابا هي اللي غتكون شويه صعيبه عليك. هذاك الشيء اللي قلت لك، هذاك الشيء علاش موجد ورقه بيضاء وموجد في هذا الشيء كتبت. شنو؟ انا قلت لك هنا غنكتبو تاي نازل ديال بنتي. بلاتي بنات كتفطى عليا. راه قلت لك غنكتب لك داك الشيء اللي بغيتي. ياك ما حساب لك انا كنبيع ونشري. ماشي كتبيع وتشري. واش كيحسب لك دار غنبيعها لك ولا شنو؟ اذا انت هي رزقه. إذا أنت باغي دايرة سبب بنتك باش تبقاي معايا، حيت عارفاني أنا ما غنتخلاش على بنتي. لا ما نسمحش ليك. لا، إذا عارفاني أنا ما غنتخلاش على بنتي. وأنا وأنت عارفني غنتخلى عليها؟ ما غنتخلاش عليها، غتعيش معايا. واش وقع لك شي حاجة؟ لا، وقع لك شي حاجة، مديرة لك شي حاجة، قولها لي نمشي نفكك، ماشي تبقى تهضر بحال هكا تقول واش تسطى عليا غادي؟ واش حنا 6 سنين حنا كنتمناو تعطى لها ربي بنيتها؟ ايه راه 6 سنين حنا كنتمناو. ودابا كتقول لي تخلى عليها. انت تقدري تزوجي، انا ما باغيش نتزوج، انا الفكره ديال الزواج حيت انا اللي كنتزوج واحد بحالك هكا اللي غيدير لي هاد الفعله حتى لاخر ايامي، اللي عشت معاه دابا قريبا 10 سنين وغنعاود ثاني انا تجربه اخرى. راه المرض غير كتنسى، راه ماشي بحال هكا. شناهي؟ المرض غير كتنسى، المرض غير كتلقى طريقه واحده اخرى. هادي اش غندير بيك؟ هاكا هضر على بنتي. انت اللي حنو بغيتي انا نلصق فيك؟ انا اللي حكمتي، ما نحشت بنتي. وكتعرف انك نحتيني. ايه بنتي ما تنهضرش انايا على شي حد اخر، تنهضر عليك انت فقط بوحديتك. اما بنتي انا قاد بها من راسها لرجليها. قاد بنتك ولد الناس غنسكنو في مدينه وحده وغتصرف على بنتك وغتبقى معاها. لا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ وتبقى معاك انت وانا؟ وتبقى تشوفها الحق اللي غيعطيك المخزون زايد خصك تعرف واحد الحاجه بعدا قانونيا ما عندكش الحق تاخذها. شنو هي؟ قانونيا. قانونيا ما عندكش الحق تاخذها البنت باقي الله تعالى. يعني ما انت بغيتي توصلي لها طريق مسدود. علاش طريق مسدود؟ اش كتقول؟ قالت هي يلاه قلتيها دابا بلاتي 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 والله تنضحك على قلب بنتي. حيدتي لك بنتك؟ انا قلت لك تعيش معايا. لا لا حيدتيها ليا شتا مسطي بلا ما رجعوا تاني ما نعرف شنو راه الا رجعت انا حتى بديت تاني راك عارف اللي كاين غتجبني عادي غتشوف فيه شي حاجه ما غتعجبكش عاد بك تحقرني ولا حساب لك راه نعود لي تحقرو يعنيك الناس انت وقال انا قدا ما بقيتش كاع على الناس انا قدا اللي وصلت معاك لهذا الشيء انا قدها. اذا انت ما كتعرفنيش شتي بنتي وغتعيش معايا باش من الحق باش من الحق. عجبك الحال المسنين هو هذاك غتجي تشوفيها دابا بلاتي غنسولك واحد السؤال واش متاكد ما وقع لك والو حيتاش الصباح فكنا فرحانين ضاحكين خرجنا تسخرنا جينا تغدينا قلت لك غنصور وصفه ديال الشعر طلعت جبت الحوايج من الشرق وليتي واحد اخر كيفاش؟ كيفاش هاد البلاصه؟ وليت لواحد اخر انا دابا تنهضر معاك غير بالعقل والصواب والصواب انا ما هويت ما كنهرس ما كنزدح ما كندير حتى شي حاجه كيف ما كنتحاور معاك تحاور معاك صح انت ماشي كتحاور واش دابا بلاتي واش بغيتي راجل بزز منك؟ اش غندير بيه؟ ويبقى عايش معاك بزز منك؟ اش غندير بيه؟ واش انت ما باغينيش وانا نلصق فيه؟ ايوا عطيني بنتي لا علاش لا؟ حيت النهار الاول انا اللي تعذبت عليها ايوا واخا تعذبتي عليا مولا انا يا فيك انت او تدوي انا تشوف الروينا راه انا اللي كنت كناكلهم مولا انت انا كنت كناكل العشوبه انت راه جوج بينات لينا العشوب جوج بينات بعناها طويل جوج بينا جري بجاري جوج بينات درنا هذا الشيء كامل كتشوف هذاك الباب شتي قداش ما بغيتينيش تهز شطيطك انا هذاك الباب راه مدوزني انا وبنتي انا شتي انا قادر نعيش بنتي بوحدي قادر نخدم عليها والحمد لله عندي يدي ورجلي وعيني وفمي ما نقصر حتى حاجه. عرفتي شنو غدير؟ والله ما بغيتش معايا شطيطه،
ما نزيدش معاك ما حتى قلتي هادشي غنوريك الوجه الثاني ديال هاد دابا شوفي دابا جري فورا ما عنديش الحق نوريك الحق واش عندي ولا ما عنديش راه ما عندكش الحق انا عندي الحق عجبك هو هذاك ما عجبكش راه كتك ضرب راسك مع هذا الحيط ما عجبكش الحيط ها الحيط الاخر ما عجبكش راه الحيط الصباح كان مريح وكان موت عليك كيفاش وقع واش الصباح دابا راه العشية هادشي راه الصباح اش وقع لك تقرا القضية الشرعية قلت لي راه الصباح شنو هي؟ راه شكون اللي تحصل على البقرة الصباح انا ولا انت؟ لا كنت نكتب الرقية الشرعية وقلت تهدو خلينا نهضرو راه الهضرة اللي عندي انا ما قلتها لك بغيتي تسول على سول ما بغيتيش الشغل كذا راه ما غنعطيكش بنتي راه بنتي غناخذها انا قلت لك بنتي راه غناخذها لا ما تحتاجيش بقيت تهضري بزاف بنتي راه غنديها عجبك الحال والدك وانت عارفه الاسامي ديالي وعارفه دابا صافي درتي الجناوح درتي الدار درتي كاع وصلت لداكشي كله اللي بغيتي حققتي احلامك هاد السيده اللي صبرت معاك هاد 10 سنين كامله وكافحات معاك وتزقرمات معاك وجمعات معاك ووقفات معاك حتى انا ما قلت لك والو حطيت لك دفتر الشيكات قلت لي كتبي لي الفلوس اللي بغيتي انا ما كنتبع ما كنتشرى ما انا ما بعتك ما شريت ما نش مبرا وهانتي يلاه كتقولي وقفتي معايا صافي حتى انا غنخلصك عليك وقفت معاك حيت كان كيحسب لي راجل وكان كيحسب لي وكان كيحسب لي غتبقى معايا حتى انت ما كانش كيحسب لي غير غادي دير الجنحين وتولي حاسس براسك ولي تي واد ما فهمتش كيفاش غنقلع هو راه شوفي راه حتى شي واحد ما داين في الدنيا على زعما حنا غنعيشو فيها خالدين باش تقولي غنبقى معاك ولا سميتو راه حتى شي واحد راه اليوم كاينين غدا ما كاينين صافي واش ما عجبتك تهضرتي ما تبكيش ديري ما تبكيش عفرن كفرن 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 كواي نري بدات تزكي صافي 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 والله لا تضحك معاك وي فرانك فرانك شوف قلت اسك تبكي والله انت اللي بغيتي ترديني للقناه زعما كترديني فابور خرجتيني منها مشيت درتي راشا درتي راشا بيوتي ها كاميرا راه كاميرا راهي لي قلت لك الله يما شوفوا 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 دموعها شوفوا دموعها كتبكي شوفوا دموعها كتبكي ما عرفت عارف اني ما نقدر نستغنى عليك لا ما حدك درتيها بحال هكا تقدر ديرها بصح لا عارف اني ما شعتي فراسك كلها كلها كترعات شو يديها شو يديها كلها كترعات ناري ياك بغيتي تصوري فيديو انا صورت لك فيديو بلا ما تفكري بلا ما تخمي ما حطوش حيت شي حاجه عاديه وشوفي الشريفه شي الفيديو اللي ما تحطش باش نجيك مول الاخر ماشي شي حاجه عاديه واش تمصطي واش شاد فيديو المتحف وبعدا ها انا كنقول علاش جبتي البيفان كاع ما رديت لهم البال وتصنتي بعدا شاد الفيديو وخا شي التليفون مور الصابونه هاد الفيديو لما تحط عارف دير قناه سميتها رشا بيوتي علاش وغاد ترديني فابور دابا واش انت تشوف المره اللي فاتت خرجت شي برانك والله الا كان شي برانك ها هو ما نسمحش لك اول حاجه والله تك الحساب اللي وقع لك شي سبب ولا شي حاجه واو اي راه انا مسحور انت يا هو غير يا هو غير يا هو غير يا هو غير لا تي لا صافي لحتو وتيقات تيقات ما عندكش شي تيقات عارف انا نستغنى عليك هذا استغنى قلت لي الحساب واش استغنيت عليك قلت لي ولكن الواعره هي باغي تاخذ سيليا واش عرفتي راه نقدر نضحك وانا عارف اني غنعيش بلا سيليا من الرابع تير مسكينه شي ناس بحال شي ملائكه عارف اني غنستغنى والله تنذبح اللي كان واش كتعرف راه بنتي ما تقدرش انا ما نقدرش نستغني على بنتي عارف واش كنا عارف المهم الا ما حطش هذا الفيديو ها انتم كتسمعوني الا ما تحطش هذا الفيديو هذا باش مصورني الا ما تحطش الا ما تحطش هذا الفيديو هذا ردي القناه سميتها رشا بيوتي لا ما تحطش خرجي مصورني شو كيمصورني عادي 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 راك في الدار راك انت كتشقاي كنتي صبنتي كنتي في السطح راك في الدار صفرا بحال مرقة الجنون يلاه ختمي ختمي لا ما نحطش عادي ما غنحطش وانا اللي غنحط صافي
انتي ما تحطيش، انا اللي غنحط الفيديو. ما يتحطش في القناة ديالي. في القناة ديالك غادي يتحط. انا اللي كنضرب فيها الكاميرا ونحطها في القناة ديالك. هي في القناة ديالك غيتحط. وانتم غتشوفوا المشاهدين المشاهدين. ويلي ولا بحال مهم نعيمه. المهم درت فيك برانك. طرتي نزلتي درت فيك برانك صافي. الله يجعل شي بارك. ماشي ليكم ما نحطوش. المهم غادي. هادي فين هو دفتر الشيكات؟ دابا هادشي كله برانك. جيب دفتر الشيكات هو بوحدي ما يبقاش برانك ما تكال. فين هو؟ فين هو؟ راه فين حطيتي؟ راه بزاف البنك هذاك راه بقى عندي. راه باش عارف راسك مكلخة. باش عارف راسك مكلخة. علاش انت سديتي الكونت معاهم؟ اه. راه حليت كونت بلا زغل. صافي غير عمر الشيك ولا. اي راه غتمشي غيقول لك راه كونت مسدود. فغتصيفطني الحبس مع من نوض تاكل حولي نوض كاع هذيك. المهم سيادنا السلام عليكم. جوج كاميرات. مليحة عادي مليحة مليحة رايت له.